خلينا نتكلم بقى شويه تفاصيل كده برضو يا كريم عن بطوله كاس العالم للانديه. هو طبعا هيقام بدوله الامارات خلال فتره من نتكلم 3 و12 فبراير المقبل، ومباراه الافتتاح هتكون كمان يوم 3 تحديدا. وبنتكلم هنا بمواجهه بقى الجزيره الاماراتي واوكلاند سيتي النيوزيلندي، ده في الدور هيكون التمهيدي. هيلتقي بعد كده الفائز المفروض من الفريقين مع الهلال السعودي في الدور ده الربع النهائي، بعد كده الفائز من مباراه الاهلي ومونتيري طبعا هيواجه فريق بالميراس البرازيلي، ده هيكون بقى في الدور نصف النهائي. وخليني اقول مره ثانيه، احنا بنفكر حضراتكم ان الاهلي سبق ليه المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه 6 مرات، ودي السبعه 2005 6 8 12 13 و20 20. فبالتوفيق ان شاء الله، وزي ما بنقول كده هنفضل نقول مفيش حاجه ابدا مستحيله، ومفيش حاجه اسمها ما نقدرش، مفيش حاجه اسمها لا احنا لسه بدري علينا قوي. عارف الكلام ده لسه كنا بنتكلم في الطب النفسي الرياضي وفكره ان انت تشعر ان في حاجه كبيره عليك، ده في حد ذاته مش هيخليك توصل لاي حته. مفيش حاجه اسمها كده، لازم دايما تبقى مقتنع ان انا اسعى. ما هو اللي سبقك برده كان بيسعى على فكره، ما هو اللي سبقك ده ما كانش متاكد او مش نازل او يعني لم ينشا ان هو خلاص بطل، كله بيسعى وفي الاخر النتيجه هي بتكون يعني للافضل. فشيء جايز ان شاء الله، وانا اشعر باذن الله ان احنا ممكن نتفاجئ السنه دي ونفرح. يعني عايز اقول لك، طالما بتتكلمي عن السعي، طب ما احنا في سعينا السابق اثبتنا بالفعل وبما لا يدع اي مجال للشك ان مفيش حاجه بعيده. يعني احنا عملنا ده بالفعل، هو بس احنا عايزين ايه، نقرص قرصه زياده المره دي، يمكن ربنا يكرمنا.